تحذير إسرائيلي عسكري للفلسطينيين في غزة. المنطقة الواقعة على بعد 1000 متر من السياج الحدودي هي منطقة قتال، لا تدخلوها ولا تمكث فيها. منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع إكس حذر فيه سكان غزة من أن حركة حماس تضع معدات عسكرية في محيط منازلهم وأنها تستخدمهم كدروع بشرية. التحذيرات الأخيرة للجيش الإسرائيلي تأتي في سياق الاستعداد لاجتياح بري لقطاع غزة، حيث أكد الجيش قبلها بساعات أن عناصره على أهبة الاستعداد وأن أمامه أسابيع طويلة من القتال. הלוחמים שלנו, לוחמי צה"ל, ערוכים בשטח, מוכנים ונחושים. הם ממשיכים להתאמן ליום פקודה. שבועות לחימה ארוכים לפנינו, נפעל בעיתוי המבצעי הנכון ביותר ועל פי הנחיות הדרג המדיני. الأنظار تتجه منذ أيام إلى حدود قطاع غزة، حيث تحشد إسرائيل المزيد من قواتها وآلياتها العسكرية لبدء الاجتياح البري للقطاع، خاصة بعد وعد قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي لجنوده بأنهم سيرون غزة من الداخل قريباً. לפני כמעט שבועיים אנחנו בוטחים בכם וסומכים עליכם. תמשיכו להתאמן, כל עוד יש זמן, תתארגנו, תהיו מוכנים. הפקודה תגיע. תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם, בהצלחה, ואנחנו עוד ניפגש, ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם. لكن على الجانب الآخر تتصاعد أصوات دولية لحث إسرائيل على القبول بوقف لإطلاق النار أو هدنة إنسانية تسمح بمرور المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذي يشهد تدهوراً متفاقماً على المستويات الطبية وشحاً في المياه والوقود والكهرباء. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. الحرب الفلسطينية الإسرائيلية تدخل يومها 19 وسط قصف إسرائيلي متواصل راح ضحيته أكثر من 6500 قتيل، بينهم أكثر من 2700 طفل. واستهدفت إسرائيل 57 منشأة صحية أدت إلى مقتل 73 من أفراد الأطقم الطبية.